الدخان يقلل من ما يطلقونه، الدخان يقلل من ما يطلقونه. احرقوا حطب لي. إلى يعني صور أخرى تنقل من دوار مجلس التعاون. هذه عملية الحرق يعني اللي مورست قبل وصول رجال الأمن، كانت يعني لاستخدامها إعلاميا، للأسف لاستخدامها من قبل القنوات المغرضة المفبركة لأخبارها إعلاميا. يعني هذه أيضا الحرائق تمت لتعطيل جهود رجال الشرطة. تم حرق بعض الخيام. هذه الصور مشاهدينا يعني قبل دخول رجال الأمن إلى موقع دوار مجلس التعاون. يعني احنا نشوف الحرائق في يعني الطرق العامة، الطرق المؤدية لدوار مجلس التعاون قبل وصول رجال الأمن، رجال الشرطة. يعني مشاهدينا انا ما اتوقع ان الموضوع كان المفروض يستمر اكثر، لان شوفوا الخيام، انتم الصوره تنقل لكم الخيام، عدد الخيام. الدوار مجلس التعاون استغل للاسف بصوره خاطئه جدا. يعني هذه الحرائق ايضا، هذه لقطه اخرى لحرائق تم اشعالها لتعطيل جهود رجال الامن في السيطره على الدوار ولارجاع الامن في هذا الموقع الحيوي اللي يعتبر موقع استراتيجي يخدم اقتصاد البلد. هذه عملية مثل ما قلنا صور للحرائق قبل وصول رجال الأمن. المتجمهرين كانوا يتعمدون إشعالها. أعمال يعني إرهابية بدرجة غير متوقعة. المخربين والإرهابيين يعني تم تأمين سلامتهم. مشاهدينا السؤال اللي يطرح نفسه، تم تأمين سلامتهم وتم تأمين كل يعني ما يوفر لهم السلامة. هذه الخيام، خلوا الخيام مكانها وكل شيء يعني السلمية اللي كانوا يدعونها الحين قاعدين يحرقون خيامهم بنفسهم. مشاهدينا مثل ما نشوف احنا الخيام اللي وضعوها اصحابها المخربين والارهابيين قاعدين يحرقونها بنفسهم، الحين يحرقونها لترويع او لتعطيل رجال الامن في الوصول الى هذا الموقع دوار مجلس التعاون. مشاهدينا هذه الصور من دوار مجلس التعاون قبل وصول رجال الامن. نشوف احد المخربين الارهابيين في اللقطة يقوم الآن بعملية الحرق للخيمة. يعني يدعون السلمية ويحرقون الخيام، خيام وضعوها والآن يحرقونها. يعني كل ذلك مشاهدين لتعطيل الأمن. يعني مملكة البحرين بلد الأمن والأمان، والمخربين والإرهابيين يعطلون الأمن والأمان. هذه اللقطات صور الحرائق قبل وصول رجال الأمن.